بعد تخطيها عامها الأول إطلالة مميزة ظهرت بها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع ابنتها الصغرى ليا التي تخطت العام الأول بأشهر قليلة، وذلك في أحدى صورة لهما معا واصفة إياها بحبيبتي الحلوة. ونشرت نانسي الصورة عبر حسابها على انستجرام وعلقت عليها قائلة: عسل السكر بلدي، لتنهال عليها تعليقات وإعجاب الكثير من متابعيها. ومن ناحية أخرى، نفت الفنانة نانسي عجرم الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية عن حملها للمرة الرابعة، حيث أكدت أنها ممتنة لربها ببناتها الثلاث ومكتفية بهن، حيث أكدت عدم صحة المعلومة قائلة: لست حاملا والحمد لله، لدي ثلاث بنات أنعم الله علي بهن وكفاني ربي، وإن شاء الله يعطيهن الصحة وأجمل الأيام. وكان ذلك في تصريحات صحفية لها منذ أيام. وحاليا نانسي عجرم لديها ثلاث بنات من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وهن ميلا وإيلا وليا. وقد احتفلت أيضا منذ أيام بعيد ميلاد ابنتها إيلا، وشاركت صورا لها أثناء الاحتفال وكانت ترتدي الكمامة، كما ظهرت تورتة كبيرة مدونة عليها اسم ابنتها، إلا أن الحفل لم يتواجد فيه الأهل والأصدقاء نظرا للإجراءات الاحترازية لما فرضه علينا فيروس كورونا. وعلقت على الصور وقتها عبر حسابها على انستجرام وقالت: كل عيد وانت أمري، كل عيد وانت أول أفكاري، كل عيد وانت مصدر سعادتي، كل عيد وانت أجمل أعيادي. شكرا لكم على حسن المتابعة، ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.